اكيد هذا راح ياثر الشيء هذا طبعا تقل نسبه الازدحام، بس لازم تكون ايضا يكون هذا الموضوع مدروس بحيث انه لازم تكون ارضيه مهيئه لتهيئه تنفيذ هذا الموضوع. لا يبقى نفس الازدحام لان الاوقات نفس يعني هو حيسوي الدوام الباص مال الموظفين بالتسعه، طلاب الكليه بالتسعه، وراح يطلعون سوا بالاربعه. شنو الفرق بيناتهم؟ كانوا يطلعون بالثنتين نفس الازدحام وبالاربعه نفس الازدحام. ما يقل نفس الشيء هو نفس الازدحام. لان الشوارع حفره وطسات و يعني تقاطعات الاشاره ما تشتغل، مره يشغلوها مره ما يشغلوها، ما تعرف قبلوني. بلكت هي بلكت يعني نقول بلكت لان جاي نرجع متاخرين واكو شغل واحد عنده، ايش وقت يلحق يشتغل؟ يعني هو دوام وعنده شغل ايش وقت يرجع؟ يعني جاي ياثر هواي الازدحام. نمل بالجسور ان شاء الله، هذه الجسور اللي دا يسووها، هذه الخطط مالتهم هي تجريبيه الخطه طبعا. قالوا لثلاث اشهر يعني، فان شاء الله اذا نجحت يطبقوها، ما نجحت راح يرجع النظام القديم. حياكم الله في حصاد الأيام، لا صيفي ولا شتوي. الحكومة تفرض توقيت جديد للدوام يبدأ في الساعة 7 صباحا في دوائر وينتهي في 4 بعد الظهر في دوائر أخرى. 3 أشهر ستحدد الجدوى، أما المضي قدما أو التراجع خطوة إلى الوراء. وما بين هذا القرار وذاك نقل جماعي تعول عليه الجهات الرسمية ولا تراه الأوساط الشعبية، فهل ستنجح الخطة وتكسب الحكومة جولة أخرى في تقليل الاختناقات المرورية؟ أم أن المواطن سيبقى عالقاً في الشوارع لساعات إضافية؟ حياكم الله. إذن مشاهدينا للحديث عن ملفنا الأول حول قرار مجلس الوزراء بتغيير موعد بدء وانتهاء الدوام في دوائر الدولة وإسهامه في تنظيم النقل وتقليل الاختناقات المرورية في الشوارع، ينضم إلينا في الاستوديو مدير المكتب الإعلامي لوزارة النقل السيد ميثم الصافي. سيد ميثم مرحبا بحضرتك، أهلا بجنابك. تغيير أوقات الدوام تجريبيا لمدة 3 أشهر، شو نشوفه كوزارة نقل؟ مقترحاتكم إضافاتكم وإسهامه في تقليل الزخم المروري في العاصمة بغداد. بالبداية شكرا لكم على إتاحة الفرصة للحديث عن هذا الموضوع المهم. وزارة النقل هي عضو باللجنة العليا لفك الزخم المروري. طبعا هنالك مقترحات كانت من وزارة النقل بهذا الصدد، يعني تندرج ضمن الخطة الشاملة اللي وضعتها الحكومة العراقية من أجل التخفيف من الزخم المروري في العاصمة بغداد وكذلك في مراكز المدن في المحافظات الأخرى. احنا كوزارة النقل بادرنا من خلال بعض المراسلات
وكذلك بعض المقترحات بين يكون هنالك ان يعني مبادره تخص تقديم يعني باصات وزاره النقل سواء لنقل يعني الموظفين من والى محل سكنهم يعني من الدائره للبيت وبالعكس، وكذلك توفير باصات اخرى وخلال وايضا فتح عدد من الخطوط في العاصمه بغداد. اليوم اخر تقرير وصلنا من يعني شركه العامل للمسافرين والوفود كان لدينا 185 باص عامل في بغداد والمحافظات، وهذا الموضوع حقق يعني طفره نوعيه على مستوى تقديم الخدمه فيما يخص النقل الجماعي. ايضا هنالك راح يكون تزامن مع فك الزخم المروري يعني مع عمليه الانتهاء من استكمال المجسرات والتقاطعات اللي يشرف عليها السيد رئيس مجلس الوزراء وكذلك يعني الوزارات السانده، راح يكون هنالك ايضا خطه شامله لوزاره النقل تنسجم مع هذه الخطه الموضوعه اساسا. هسه نتحدث عن هذه الخطه اللي راح يتم العمل بها بعد العيد على ما اعتقد، يعني كخطوه اولى تقسيم الدوام يعني بالسبعة الصبح بعض الوزارات وبثمانية وحتى بالعشرة على ما أعتقد. فعلا راح نشوف تأثير، المواطن راح يشوف تأثير بالشارع، يفك الاختناقات، لو بالعكس راح يزيد الازدحام ممكن يوصل للساعة بالخمسة العصر. لا بالتأكيد أنه هي المشكلة مشكلة يعني تجزأ يعني عملية حلحلة الأمور وفك المشاكل هو تجزئته. زي. هذا الموضوع هو جزء من يعني الحلول للموضوع الملف يعني الازدحامات في بغداد، فبالتاكيد راح يخفف من عمليه يعني تنقل الموظفين. تعرف حضرتك يكون هنالك انطلاق لعدد من الموظفين في ساعه واحده في وقت واحد في شارع واحد باتجاه اماكن معينه، ايضا هذا الموضوع راح يسبب يعني بالتاكيد ارباك. ايضا هنالك مشروع اخر يندرج في موضوع فك الزخم المروري مثل ما يعني وضع جداول، هو مشاريع اخرى استراتيجيه منها واخرى خدميه. مثلا لحد الان احنا في خلال عام 2023 تم افتتاح 24 خط فيما يخص المسافرين والوفود داخل بغداد. هذا العام شهد يعني بدايته شهد افتتاح ثلاثه خطوط، ايضا يوم غد عندنا راح افتتاح خط مهم جدا في بغداد. بالنتيجه انه المستوى اللي راح نوصل له هو 72 خط. هذا الباكج بشكل كامل. هذه خطوط شنو؟ خطوط نقل يعني جماعي. تمام؟ فايضا من ضمن الامور اللي راح تساهم فك الزخم المروري هو مترو بغداد، هذا المشروع العملاق اللي راح يغطي 85% من مساحه العاصمه. ايضا راح يكون هناك سرعه قياسيه لايصال الموظفين وكذلك المواطنين. بالنتيجه هي كل هذه الافكار وكل هذه المقترحات ممكن انه نشهد في يوم من الايام مترو داخل العاصمه بغداد يعني. ان شاء الله بحكومه السيد السوداني راح نشوف هذا المشروع. ايش قد يحتاج وقت؟ الوقت الى علاقه يعني بطبيعه التنفيذ. تعرف حضرتك المشروع طرح على يعني طاوله الاستثمار، تم يعني عرض الحقيبه الاستثماريه الخاصه بالمشروع. تعرف حضرتك ان المشروع هو من مشاريع امانه بغداد مو من مشاريع وزاره النقل، لكن وزاره النقل باعتبارها جهه قطاعيه راح تكون لها وجود بهذا المشروع. المشروع راح يكون هنا يعني حتى عمليه المباشره به وتنفيذه راح يكون ايضا من ضمن شركات عالميه وايضا بتوقيتات زمنيه تتناسب مع يعني فك الزخم المروري في بغداد خلال يعني الاعوام القليله. سيد ميثم اذا تسمح لنا ينضم معنا عبر الهاتف المتحدث باسم الامانه العامه لمجلس الوزراء استاذ حيدر مجيد. استاذ حيدر مرحبا بحضرتك ورمضان كريم. مساء الخير، رمضان كريم عليكم، مساء الخير عليك وعلى الاخ الاستاذ ميثم وجميع السيدات والساده المشاهدين. اهلا بحضرتك استاذ حيدر. تغيير اوقات الدوام ساعه 7 و8 و10، شنو هاي الخطه؟ شلون راح تنطلقون بها؟ الخطوات اللاحقه وتوقعاتكم بنجاح هذه الخطه وكيف تسهم ممكن بحل الزحامات المروريه في العاصمه بغداد قبل انطلاق بقيه الجسور؟ الاجراءات اللي اتخذتها الحكومه يوم امس بقرار مجلس الوزراء اللي صدر هو جاء ضمن توجهات الحكومه وخططها لمعالجه الازدحامات وفك الاختناقات المروريه في بغداد، وايضا هنالك كان اجراءات اخرى على موضوع تغيير اوقات الدوام. كان هنالك لجنه كلفت من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء بوضع الخطط والاليات الخاصه بتفعيل هذا القرار. طبعا كان هنالك مناقشات ومفاتحات ودراسات الى ان تم رفع التوصيات النهائيه الى مجلس الوزراء وتمت المصادقه عليه.
تغيير التوقيتات للدوام المؤسسات في العاصمة بغداد سيطبق بعد عيد الفطر المبارك ويستمر لمدة 3 أشهر كتجربة، ومن ثم سيكون هنالك تقييم لهذه التجربة. طبعا التقسيم تم على 3 فئات من 7 صباحا إلى 8 بعد الظهر لعدد من الدوائر، وأيضا الوجبة الأخرى من 8 صباحا إلى 3 بعد الظهر، والوجبة الأخيرة هي من 9 صباحا إلى 4 عصرا. طبعا أيضا الإجراءات الأخرى تمثلت بتوفير أو تفعيل النقل العام، هذا الأمر ستأخذ على عاتقها وزارة النقل متفضلة ومشكورة بهذه الإجراءات. أيضا هي اتخذت هذه الخطوات منذ فترة لتفعيل الباصات النقل العام، أيضا هنالك التاكسي النهري، إضافة إلى مسألة تفعيل خطوط نقل الموظفين في دوائر الدولة كافة في العاصمة بغداد. باصات النقل أيضا راح يتم تنسيق مباشر سواء في كل دائرة أو مع وزارة النقل لتوفير هذه الخطوط. أيضا هنالك عملية فتح لعدد من الطرق المغلقة ورفع نقاط التفتيش التي باشرت بها الحكومة. كل هذا يندرج ضمن أولويات الحكومة وبرنامجها الحكومي. أستاذ حيدر، القرارات اللي جاءت بالتزامن مع هذا القرار مثل رفع الضريبة والجمرك وحتى أسعار الوقود اللي أشعلت الشارع ليلة أمس، إلها علاقة بموضوع التقليل من ربما تجوال المركبات، أو بالتالي يصب بالهدف باتجاه واحد حتى تقلل الزخم في العاصمة بغداد؟ لا، هو يعني الأمر أيضا له علاقة بالاقتصاد، يعني أمر اقتصادي ووزارة النقل كانت هنالك توصيات، لكن احنا نتحدث عن هذا الموضوع المهم. طبعا اكيد الحكومه وضعت ضمن خططها انه عمليه السيطره على اسعار السوق، لا سيما بعد ان شهدت ارتفاعا مطلع شهر رمضان. كان هنالك تفعيل للاجهزه الرقابيه، الاجهزه الامنيه، وزاره التجاره ايضا كان لها دور في مساله توفير السله الغذائيه. لكن احنا يعني قرار يوم امس هو سيكون تجربه لمده 3 أشهر، ومن ثم اللجنه المكلفه ستدرس هذا الاجراء، وبالتاكيد ستقع على كل ايجابياته وسلبياته، ومن ثم ترفع توصيات النهائيه الى مجلس الوزراء ليقرر على اثر ذلك الاستمرار بهذه التجربه ام التوقف عنها. استاذ حيدر، اصحاب الدخل المحدود يحتاجون بعض التطمينات، خاصه اصحاب التاكسي وغيرهم. موضوع البنزين العادي راح يوصل السعر للبنزين وايضا يزيد سعره، لو هذا ثابت ما راح يتغير شيء بي؟ لا، هو يعني لحد الان هي الخطوه الوحيده اللي اتخذت يوم امس هذه. لا اعتقد انه راح نعود الى مساله الزخم على محطات الوقود. اكيد وزاره النفط وضعت ضمن خططها واخذت كل حساباتها وموجوده ومتوفر. يعني مؤخرا ايضا هنالك مصفى كربلاء دعم السوق المحليه وقلل من استيراد ماده البنزين وبقيه مواد الوقود. كل هذه الاجراءات تسير بالتزامن ايضا مع مساله هنالك ارتياح كبير لاغلب المواطنين في موضوعه الدفع الالكتروني، دفع النقد الالكتروني. هذه الحمله الحكوميه اللي وصلت مؤخرا الى محطات تعبئه الوقود الاهليه بعد ان كان هنالك كثير من المعارضين لهذه العمليه، لا سيما في القطاع الخاص، لكن بدات تقطف ثمارها وبدا المواطن يتفاعل، وكذلك اصحاب محطات الوقود، وايضا وصلت الى بعض المتاجر والاسواق والمولات والصيدليات. هذه الخطوه ايضا تسهم في تسهيل عمليه الدفع في الحد من ظاهره الارملات المزيفه، هو كثير من الامور الاخرى التي تقف ضد موضوع الدفع النقدي والمشاكل اللي يواجهها المواطنون يوميا في الاسواق والمتاجر. نعم، وضحت الفكره. المتحدث باسم امانه مجلس الوزراء الاستاذ حيدر المجيد، اشكرك جزيل الشكر. شكرا لك. سيد ميثم، اعود لجنابك. قرار مجلس الوزراء باعتماد النقل الجماعي بنسبه 30% ربما مسؤوليه كبيره على عاتق وزاره النقل. وزاره النقل قادره اليوم، هل لديها هذه القدره على تفعيل
النقل الجماعي داخل العاصمة بغداد، تحتاجون إلى تجهيزات له، الأمور متوفرة للانطلاق بهذا الموضوع بعد العيد إن شاء الله. طبعا شكرا أستاذ حيدر، يعني أنت شرح وافع ما يخص موضوع النقل الجماعي وكذلك موضوع فك الزخم المروري في بغداد، لكن أحب أضيف بعض الأمور. أنه وزارة النقل خصوصا الشركة العامة إدارة النقل الخاص ما يخص الموضوع اللي طرحته حضراتكم اللي يتعلق بأصحاب التاكسيات، هناك تطبيق إلكتروني راح يتم إطلاقه اللي هو تحت مسمى التاكسي الوطني. هذا التطبيق راح يضمن حركة السائقين التاكسيات بشكل أنه يقلل صرف الوقود عندهم وكذلك التكلفة المالية اللي يصرفوها، وأيضا عدم تجوالهم بدون فائدة يعني بشكل عشوائي. راح يكون أيضا يعني موجه حركة التاكسيات حسب أرزاقهم، أشبه بما معمول به من أصحاب التاكسي اللي عفوا شركات التاكسي العاملة سواء في العراق أو خارج العراق. أيضا راح يكون هنالك كول سنتر خاص بهذا المشروع، وراح يكون هنالك قاعدة بيانات، وأيضا راح يتم تقاطع المعلومات مع بعض الموظفين اللي يعملون بمهنة التاكسي وممكن يأثرون على أرزاق أصحاب التاكسيات. فبالنتيجة الموضوع راح يكون هنالك مثل ما يعني إذا موظف يشتغل تاكسي راح تبين. نعم معلومات حتى أصحاب بشر سواق التاكسيات، حتى أصحاب التاكسيات راح يكون هنالك جي بي إس موجود بتاكسياتهم للحفاظ على يعني سلامة المواطن أثناء ركوب التاكسي، وبالعكس أيضا سلامة سائق التاكسي أثناء تجواله والعمل. الموظف ما راح يشارك بهذا البرنامج مالتكم، يروح بالبرامج الأخرى، ما راح يكون هنالك له فائدة، لأن ما راح يكون هنالك راح يكون عملية استئجار التاكسي من خلال هذا التطبيق. والبرامج الاخرى الموجوده الاهليه الغير حكوميه، هذا راح يكون كل هذا جزء من عمل الشركه العامه لإدارة النقل الخاص، وهي المسؤوله عن اداره هذا الملف. بالنتيجه هو مثل ما تم يعني الاهتمام بالنقل العام بشكل عام المدعوم من قبل الحكومه، بالنتيجه ايضا النقل الخاص كان هنالك عليه تركيز، وايضا الى خطه شامله، ايضا عمليه وضع يعني العوارض الالكترونيه داخل المرائب، وكذلك ايضا السيطره على عملية النقل العشوائي راح يضيف إضافة نوعية أخرى لتنظيم عمل النقل الخاص. بالنتيجة الملف هو ملف متكامل. والله هذه الأخبار يعني تسر صراحة، لكن تفعيلها ممكن نشوفها بالأيام القادمة لو يبقى كلام. لا المشكلة وين؟ حجم الركام اللي وجدناه هو كل الشان هائل، يعني عملية تنظيم وترتيب الأوراق هو مو موضوع سهل. مع هذا هنالك طفرات وقفزات نوعية على مستوى الخطط وكذلك التنظيم بداخل المؤسسة النقل بشكل خاص أنا أحكي عنها. لهذا الموضوع راح هو مو موضوع يعني مستحيل، لكن بالتأكيد راح يكون أكو مبادرات وراح يكون هنالك تقدم بهذا المشروع بهذه المشاريع. نرجع لموضوع النقل الجماعي. جاهزين أنتم اليوم كوزارة نقل لتطبيق هذا الموضوع؟ المواطن العراقي ممكن شو راح نشوف أكو قبال وتوجه للنقل الجماعي؟ شلون ممكن نحفزهم؟ بالتأكيد يعني أكو معوقات، وهذه المعوقات لها علاقة بطبيعة الوضع. مثلا يعني الأمور اللي وقفت قدامنا في تفعيل خطوط النقل الجماعي في بعض الطرق، أنه الزخم المرور الموجود، فيضطر المواطن أنه يركب سيارة أقل حجم وأصغر وتنقل بسرعة أكبر وأقل توقف. نعم وأقل توقف، فبالنتيجه لما يكون هنالك انسيابيه بالسير راح تكون الباصات الحمراء هي المرغوبه للمواطن العراقي مقارنه بغيرها، سواء على السعر وكذلك على مستوى الخدمه المقدمه داخل هذه الباصات. هسه تقولون شنو الخدمه المقدمه داخل هذه الباصات؟ اولا يعني مقاعدها مريحه، اثنين حتى الموظفين بها راح يكون هنالك دورات خاصه بالاتيكيت في التعامل مع المواطنين. احنا عازمين على تغيير واقع النقل بشكل عام، صح انه الحجم التركي ثقيل جدا، لكن الانجاز ان شاء الله راح يكون وراح تشاهدونا في بقية الدول. طريق أو مسار هذه السيارات اللي تنقل أعداد كبيرة مسارها واحد، ما تكون ويا سيارات صغيرة، ممكن هذا الأمر يتطبق بالعراق؟ ممكن، يعني بعض المحافظات هم عرضوا هذا الموضوع أثناء زيارة السيد الوزير. إلى تعرفون أكو زيارات ميدان السيد الوزير لعدد من المحافظات فيما يخص النقل بشكل عام. أحد هذه الأمور اللي تم مناقشته هو موضوع النقل الجماعي. أكثر المحافظات بادرت بأن يكون هنالك طرق خاصة لهذه الباصات في هذه المحافظات، يعني توصل أسرع من السيارة الصغيرة. مثلا محافظة كربلاء اهتموا بهذا الموضوع، محافظة النجف أيضا اهتموا بهذا الموضوع، وهم على استعداد أنه يساعدونا بهذا الملف. يعني أثناء الزيارات أنا كنت موجود وسمعت يعني الحديث اللي يدار بين المسؤولين واهتمامهم بهذا الموضوع. أيضا السيد وزير النقل مركز على هذا الموضوع بشكل يعني خاص،
وايضا شخصيا يشرف على عمليه افتتاح الخطوط في بغداد، وايضا الخطه اللي وضعها السيد الوزير تتضمن فتح 72 خط فقط في بغداد. ايضا لدينا باصات كافيه، احنا لدينا اكثر من 500 باص موجود. نعم نعاني من مشكله السائقين، 500 قليله ما نعاني من مشكله السائقين بسبب يعني تعرفون حضراتكم انه الموازنه لا يعني ما بيها في شيء نقص على انه امكانيه التعيين، لكن مع هذا احنا يعني جاي نخاطب بعض المؤسسات الاخرى امكانيه يعني التعامل معهم في امكانيه تشغيل هذه الباصات ومع الخطه الموضوعه من قبل الحكومه العراقيه. هذه التفاصيل نعم. المفروض يعني اكيد على اطلاع بها الامانه العامه لمجلس الوزراء وحتى سيد رئيس الوزراء بالتاكيد، زي لما نتحدث عن توجيه الوزارات وحث المواطنين على انه يا بد نقلوا بهذه الباصات، بالتالي باصاتنا قليله وسواق ما عندنا مشكله. هو الموضوع تكاملي، الحلول يعني الحلول لما يكون هنالك حلول لبعض المشاكل يكون مدروس. هسه مثل ما تشوفون حضراتكم انه راح يكون هنالك بعض الاجراءات فيما يخص الدوام، ايضا فيما يخص النقل الجماعي، ايضا هنالك خطه موضوع على هذا الموضوع. راح يكون اكو ترتيب لهذا الموضوع ان شاء الله، ووزاره النقل متابعه مع مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء وكذلك مع السيد رئيس مجلس الوزراء، وايضا توجيهات السيد رئيس دوله رئيس مجلس الوزراء بهذا الصدد واضحه جدا، اجتماعات مكثفه بهذا الموضوع. راح تشهد بغداد انتقال نوعيه في مستوى ان شاء الله. ما اريد اسالك عن انجازات وزاره النقل اللي ما لها مساس مباشر بحياه المواطن، خلينا نحكي بالانجازات خلال هذه الحكومه اللي يشعر بها المواطن بصوره مباشره. الانجازات اللي يشعر بها المواطن مثلا على مستوى الخدمات الخطوط الجويه العراقيه، هذه التشكيل احد اهم التشكيلات الموجوده بوزاره النقل. كان واقع الخطوط الجويه العراقيه قبل 2023 كان واقع للاسف بائس جدا، كان عندنا عدد من الطائرات العاطله تم اعاده 7 من عدها، والخطه تتضمن اعاده عدد من هذه الطائرات ليوصل بس هذا العام هو تقريبا راح يكون 10 طائرات تعاد الى الخدمه. العام الفات عام 2023 تم اعاده 5 طائرات، بالنتيجه راح يكون العدد الكلي 15 طائره. ايضا تم استلام 13 طائره حديثه الصنع من ضمنها 2 دريم لاينر، وعدد من الطائرات اللي سواء من شركه البوينغ او الايرباص. ايضا خطتنا راح لحد عام 2027 راح يتم استلام العدد الكلي من الطائرات ليوصل بس الطائرات الحديثه المستلمه راح يكون 31 طائره من يعني طرازات عالميه اللي هي الماكس والدريم لاينر اللي تابع اللي هي اصلا بالاساس من شركه بوينغ الخاصه بالطيران، وهذه الشركه معروفه. ايضا فيما يخص تقديم تفعيل خدمه الحجز الالكتروني للخطوط الجويه العراقيه، تم تفعيل الحجز الالكتروني وراح يتم اطلاق خلال شهر ونص تقريبا، راح يتم اطلاق يعني منصه خاصه بهذا المشروع اللي هو تطبيق الحجز الالكتروني للخطوط الجويه العراقيه. ايضا الموضوع معمول به فيما يخص السكك الحديد العراقيه، هذا مهم جدا. نعم بدي اسالك عنه. نعم ايضا تم اعاده النظر في الوجبات المقدمه بالخطوط الجويه العراقيه. الوجبه اللي تقدم حاليا بالخطوط الجويه العراقيه لا يمكن مقارنتها مع اي شركه اخرى يعني بالمنطقه اذا مو بالعالم، وجبه مميزه جدا. ايضا الخدمات المقدمه من الخطوط الجويه العراقيه للمواطن العراقي ما تقدمها اي شركه يعني تمثل دوله او تمثل مؤسسه مثل ما تقدم الخطوط الجويه العراقيه للشعب العراقي، وهي كالتالي: تقديم خدمه نقل يعني مرضى السرطان مجانا، جرحى القوات الامنيه تقريبا شبه مجانا توصل الى 90%، ايضا هنالك نقل لذوي الهمم او المعاقين بنسبه 50% مع المرافق، وكذلك المتقاعدين حسب قرار رئيس مجلس الوزراء سيد محمد الشيع السوداني ب 25% تخفيض للرحله للمتقاعدين. هذه متاحه باي مكان، يعني اليوم اي متقاعد لا نعم اذا يريد يسافر الى خصم 25%. نعم بالتاكيد. المشكله بالتسويق الاعلامي لهذه الانجازات هو ما يتناسب مع حجم الانجازات. هسه تقول انت مدير اعلام النقل المفروض الموضوع انت يكون. بالتاكيد عملنا على عمليه تصدير انجازات الوزاره، لكن نحتاج الى مساعده، نحتاج لها شويه ترويج حتى نعم. توصل للناس. نعم لان الروايه من الناس نعم. متاكد ما حد يدبل بالاضافه الى هذا تعرفون حضراتكم هناك الكثير من الهجمات الاعلاميه اللي تستهدف بعض المشاريع استراتيجيه لاهداف سياسيه لاهداف اقتصاديه، الموضوع متروك للاخرين، لكن احنا كوزاره النقل بامكانكم ان ترسلون مراسلينكم واعلاميين وتسوون زياره لهذه الامور وتتاكدون منها بشكل مباشر. ايضا فيما يخص الخطوط الجويه العراقيه وتقديم خدمات اكثر، موضوع يعني
الطائرات العاطلة مثل ما وضحنا لكم، وكذلك موضوع الوجبات الغذائية، وأيضا موضوع التعامل من خلال تدريب المضيفين العراقيين. أنا ردت أسألك عن موضوع النقل السككي وغيرها، لكن هذا أيضا راح نتطرق له بملفنا الثاني، راح تكون معنا في الملف الثاني سيد. إذن مشاهدينا، ختام الملف الأول بأبرز الآراء المتداولة في موقع أكس حول قرار مجلس الوزراء بتغيير مواعيد الدوام في دوائر الدولة، نتابع. إذن مشاهدينا، أما الآن نفتتح وإياكم ملفنا الثاني في حلقة اليوم بتقرير الزميل شابان سامي عن زيارة وفد عراقي برئاسة مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل السيد ناصر الأسدي إلى أنقرة لمتابعة سير تنفيذ مشروع طريق التنمية. وفد عراقي برئاسة مستشار رئيس الوزراء للشؤون النقل يصل إلى أنقرة لمتابعة سير تنفيذ مشروع طريق التنمية بعد أن بدأت ملامح التصميم والتنفيذ تبرز على أرض الواقع، والذي سيشكل انتقالة نوعية في الواقع الاقتصادي والتجاري وسيحول العراق إلى محطة رئيسية للتجارة. إذا نحتاج إلى الزيادة والتكثيف في عقد هكذا ندوات ومؤتمرات مع الجانب التركي ومع المحيط العربي أيضا اللي عنده خبرة وتجارب في هذا المس، ونعبر إلى العالمية حيث أوروبا وأمريكا وغيرها. لذلك موضوع التنمية موضوع أساسي في مرحلة العبور من وإلى. الآن العراق يحتاج إلى هذا الوضع المهم. يشار إلى أن طريق التنمية يبدأ من ميناء الفاو في البصرة ويمر بعشر محافظات عراقية وصولا إلى تركيا ومنها إلى أوروبا، وسينجز في غضون السنوات الأربع القادمة. وبحسب مستشارية رئاسة الوزراء فإنه سيوفر 100,000 فرصة عمل ويحقق إيرادات تصل إلى 4 مليارات دولار. بكل الحالات هو يعتبر مشروع مهم جدا، ويعتبر مشروع أساسي للتطوير اقتصاديا جغرافيا، ربط علاقات مهمة بهذه المنظومة، منظومة الجوار. فهذا المشروع راي على هالفكرة كل زين. والله هذا مشروع جيد جدا بالنسبة، يعني البلد محتاج مشاريع تطور من البلد، تقوي الاقتصاد، تقلل البطالة، توفر فرص عمل أكبر، توفر مستقبل أفضل للأجيال القادمة. اتفاق العراق وتركيا على ضرورة الإسراع بإنشاء مشروع طريق التنمية باعتباره مشروعا عالميا يخدم البلدين ودول المنطقة والعالم. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. إذن مشاهدينا، وللحديث عن ملفنا الثاني أجدد الترحيب بمدير المكتب الإعلامي لوزارة النقل السيد ميثم الصافي، وارحب بالخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني. مرحبا. اهلا وسهلا حضرتك وبالسيد ميت. شكرا جزيلا. اهلا بحضرتك دكتور. الوفد العراقي اليوم برئاسه السيد
ناصر الأسدي في أنقرة لمتابعة ومناقشة موضوع إنشاء طريق التنمية، التفاهمات، مباحثات، تقدم في الحوار مع الجانب التركي، كيف ينعكس هذا قبل انطلاق هذا المشروع الاستراتيجي المهم؟ شكرا جزيلا أستاذنا العزيز، تحياتي لحضراتكم أيضا وللمشاهدين الأكارم. أنا أعتقد أن المشروع انطلق، يعني يمكن سيد ميثم أشار إلى نوع يعني جزء منه، لأنه أعتقد فحص التربة الآن وصل إلى الموصل أو تعدى الموصل فحص الأرض، فالمشروع انطلق يعني من الناحية العراق. هذه التفاهمات مطلوبة لأن تركيا تركز على مشروع طريق التنمية، يعني حتى الرئيس أردوغان أشار في إحدى خطاباته أنه عندما كان الحديث عن المشروع الأمريكي الهندي باتجاه دول الخليج وإلى الكيان الصهيوني إلى غزة، أشار أنه ماكو طريق يعني ممكن أن يربط الشرق بالغرب إلا عن طريق تركيا، ولن يسمح بذلك، أيضا أشار إلى هذا الموضوع. فأنا أعتقد أنه هذا التفاهمات يعني تضع النقاط على الحروف في إنجاز هذا المشروع. عدا عن ذلك، وأيضا سيد ميثم ممكن يعني يصحح لي هذا الموضوع، أنه الأتراك أبدوا استعداد أنه يستثمرون بهذا الطريق ب$5 مليار، وأنا أعتقد أنه هذه معناته أنهم يعني مصرين على إنجاح المشروع. حس التفاهمات ربما مسألة الوقت، ربما الشركات، ربما من أين سيبدأ الاستثمار بهذا الطريق. هذه أنا أعتقد مطلوبة، ومطلوب التواصل والتمهيد لها، لأنه أعتقد دكتور الاهتمام الرئيس الدولي أردوغان إلى بغداد، هذا الاهتمام الدولي بهذا المشروع كيف من الممكن أن يخدم أو يؤثر على إنجاح المشروع، وخاصة الموضوع التركي، جانب التركي؟ أنا أعتقد أنه هذا الاهتمام الدولي معناته أنه أهمية الطريق، وطبعاً هذه الأهمية ازدادت. يعني نحن بالبداية عندما كان التوقيع بالشهر الخامس من عام من الإعلان بالشهر الخامس من عام 23، كنا نسمع بعض الأصوات، منهم من يقول أنه هذا ناجح، منهم غير ناجح، فكنا نسمع هذه. لكن الحقيقة الأزمة الآن اللي موجودة في باب المندب وفي البحر الأحمر وفي البحر العربي، أنا أعتقد أنه بينت أهمية الطريق ومدى استراتيجيته، لأنه بدأ الكل يبحث عن طريق بديل. هذا من الناحية الأمنية، ومن الناحية الاقتصادية أن العالم بدأ يتوسع وزيادة السكان وارتفاع حجم التبادل التجاري. يعني إحنا اليوم في عام 22 نتحدث عن 34 تريليون حجم التجارة العالمية، 10% مرت منها عبر قناة السويس، فنتوقع بعد 10 سنين أو 20 سنة يتضاعف هذا الرقم مع زيادة حجم السكان وزيادة التبادل التجاري. فلذلك هذا الطريق مهم جدا، هو لن يلغي قناة السويس أبدا، لكن سيكون شريك ومكمل لقناة السويس، وسيقصر من الطريق. يعني احنا تقديراتنا على الاقل في 10 ايام راح يكون يقصر بالمسافة، وهذه كلها كلف وايضا تأمين وسلاسل الامداد يفترض ان تكون متواصلة. اذا تسمح لي دكتور، نعم. سيد ميثم، اريد معلومة حصرية للايام عن ما يدور خلف الكواليس في اجتماع انقرة. نعم، يعني اشار الدكتور الى اهمية هذا المشروع الاقتصادي. طبعا قبل أن أعرج على اجتماعات أنقرة، مشروع طريق التنمية هو مشروع عراقي بحت، هو لا يتعارض مع أي مشروع آخر ولا يؤثر على أي مشروع آخر، وإنما زيادة الصادرات. نعم دكتور، هو زيادة الصادرات اللي موجودة بشرق آسيا باتجاه أوروبا، وأيضا من أوروبا باتجاه الشرق. اعطيني المعلومة الحصرية. نعم. وسولف على الطريق براحتك. المعلومة الحصرية أنه وزارة النقل اليوم كان لها تواجد في تركيا، وأيضا من وفد فني تم التناقش والحديث بخصوص زيارة الوفد العراقي إلى النقطة الرابطة بين الجانب التركي والجانب البلغاري. تعرفون حضراتكم هنالك مجلس فيما يخص طريق التنمية تركي بلغاري صربي مجري، يعني تم الإعلان عن هذا المجلس فيما يخص مشروع طريق التنمية، وهذا بحد ذاته هو طفرة نوعية على مستوى المشروع عند الجانب الأوروبي. أحد لقاءاتنا مع الجانب التركي، يعني أثناء لقاءاتهم في اجتماعات الاتحاد الأوروبي أو الاجتماعات الأوروبية الخاصة بالجانب التركي، أشاروا عن أهمية مشروع طريق التنمية ويعتبرونه مشروع للمستقبل. مشروع طريق التنمية كان هو المشروع الأقرب والأقل كلفة، لكن الآن أصبح الأقرب والأقل كلفة والأكثر أمانا لنقل البضائع. بالنتيجة هذا راح ينعكس على وضع الاقتصاد، يعني وضع الاقتصاد العراق، وكذلك الوضع الأمني أيضا،
وأيضا رؤية الدول المنطقة لهذا المشروع. أيضا هنالك تقارب من دول المنطقة فيما يخص مشروع طريق التنمية العراقي، يعتبرون أنه هذا المشروع هو المشروع اللي ما ممكن منافسته بأي مشروع آخر. أما عن إيرادات المشروع، في المشروع الإيرادات اللي راح تكون به لها علاقة بطبيعة المشاريع اللي موجودة على جانبين المشروع وكذلك في المدن الصناعية الموجودة في ميناء الفاو. بالنتيجة لا يمكن حصر إيرادات مشروع ميناء الفاو ولا يمكن توقعها، لأن المشروع في زيادة مستمرة راح يكون حسب المشاريع اللي موجودة على هذا المشروع. لكن إتمام نجاح هذا المشروع نحتاج إلى دول تستثمر وتدعم هذا المشروع لكي ينجح. هل هناك رغبة من قبل دول المنطقة بدعم هذا المشروع بالاستثمار؟ قبل أن نروح الدول المنطقة، تعرف حضرتك أنتوا أكو دول أصحاب مشاريع، يعني مثلا الصين أصحاب من نظرية مشروع طريق الحرير. نعم. ومؤيشة عن هذا المشروع. السفير الصيني زار وزارة النقل وأعلن رغبة الصين عن المشاركة بهذا المشروع، سواء عن المشاركة أو التشغيل. اثنين، كان هنالك يعني توجيه من الحكومة الصينية للسفير الصيني بأن يكون هو متابع لهذا الملف مع الجانب العراقي. أيضا الحكومة الصينية طلبت إقامة مؤتمر يخص طريق التنمية في بكين، وأيضا كلفت لجنة يعني التنمية والإصلاح الصينية بمتابعة الموضوع مع الجانب العراقي، على الرغم أنه إحنا كعراقيين حكومة السيد السوداني وأيضا اللجنة العليا لطريق التنمية وميناء الفاو عندها رؤية خاصة بمشروع طريق التنمية بما ينسجم مع مصلحة الشعب العراقي وطموحات الشعب العراقي، وراح يكون هنالك تنوع بالاقتصاد. احنا معتمدين على الاقتصاد الريعي خصوصا ما يخص النفط، لكن لما يكون هنالك تعدد بالاقتصاد وتنوع بالاقتصاد بالتاكيد راح يكون الموضوع ايجابي اكثر. خلي اخذ راي الدكتور بموضوع دكتور، البعض يتباكى على طريق الحرير وانه مشروع طريق التنميه سيجهض الكثير من الطرق، هل بالفعل انه هذا طريق في حال تم تنفيذه سيجهض ولاده الكثير من الطرق المهمه والحيويه للعراق؟ لا، ما اعتقد انه هذا الامر صحيح. يعني احنا طريق مثل ما أشار سيد ميثم والسيد رئيس الوزراء أعلن أنه طريق يعني مشروع عراقي وسميناه طريق التنمية، وهذا خليني أتحدث، أنا عندي الخرائط اللي تخص طريق الحرير والحزام والطريق إلى 21 هي لا تمر بالعراق، وأقرب نقطة اللي هي في 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 الشمال تبعد عن الحدود العراقية حوالي 160 كيلومتر، فلما ما يمر أصلا بالعراق. لكن الصينيين دائما يذيلون كل خرائطهم أنه هذه الخرائط غير ثابتة. بعد الإعلان اللي جرى في شهر الخامس وبعد اللقاء السفير الصيني للسيد رئيس الوزراء أعتقد حصل بالشهر السادس، عدلوا خرائطهم، لأنه الآن الخرائط اللي صدرت من وزارة الخارجية الصينية أنه طريق الحرير يمر عن طريق ميناء الفاو ويكمل مع طريق التنمية، فهو ما يتعارض مع الطرق الأخرى. الطرق الأخرى موجودة، يعني إحنا اليوم نتحدث عن طريق الحزام والطريق وطريق الحرير من أكثر من 3 ممرات باتجاه أوروبا، يعني يمر من طريق روسيا طريق ومن كازاخستان أعتقد أيضا أكو طريق، وهذا الطريق اللي يربط الخليج العربي بأوروبا فهو موجود، وأيضا هناك طريق من كينيا أعتقد من دولة أفريقية يذهب باتجاه أستراليا. إحنا دا نتحدث عن طريق الحرير والحزام والطريق بحوالي 160 دولة من 192 دولة، والعراق هو حتما راح يكون لانه مركز العالم، فطريقنا طريق عراقي محلي بامتياز سميناه، لكن احنا راح نجبر الاخرين انه يربطون به. كل دول العالم مهتمه بهذا الموضوع، انا سمعتها من دكتور ناصر قال اكثر من 120 دوله تقدمت للحصول على استثمارات في هذا الطريق. ممتاز، وهذا مؤشر. ولذلك احنا اول الايام كانت تصادفنا مشكله عندما كنا ننسال اني وسيد ميثم والاخرين انه كلفه المشروع 17 مليار اللي هو البري وسكه الحديد من اين سيمول، وهناك ايضا تحتاج الخدمات اللي هي بحدود ال 30. في بادئ الامر دول قليله دعمت هذا المشروع، يمكن بس قطر كانت. لا، احنا قبل قطر، بعدين من اجى امير قطر قال احنا راح يعني بدا ب 5 مليار والاتراك 5 مليار، لكن عندما تسمع انه 120 دوله ترغب بالاستثمار معناته انت مو غطيت تكاليف المشروع وانما انت غطيتها ل 100 سنه قادمه، يعني ممكن تبني المدن الصناعيه، ممكن تبني المدن السكنيه اللي حول المدن، المناطق التجاريه، المدن الصناعيه، وبالتالي كل مقطع. حتى أنا سمعتها أيضاً من دكتور ناصر أنه إحنا ما راح ننطي الطريق كله اللي هو 1600 أعتقد كيلومتر لجهة واحدة، وإنما راح ننطي مقاطع لكل شركة جاهزة للاستثمار راح ننطيها. كل الحكومات أو أغلب الحكومات اللي إجت فشلت بإنجاح مشروع القطاع الخاص، بالتالي المواطن يريد قطاع خاص حتى الأيادي العاملة، الشباب العاطلة عن العمل تشتغل.
توجه نحو القطاع الخاص مو بالمستوى اللي يريده، بالتالي طريق التنمية يمكن راح يشغل آلاف الشباب أكيد. أكثر من المشروع أو دعم القطاع الخاص. لا لا، هو شوف الرؤية اختلفت تماما. الحكومات السابقة احنا كنا نسمع كلمتين، احنا المختصين بهذا الشأن، يتحدث انه لازم يشارك القطاع الخاص، طبعا يبدي الحديث بالقطاع الخاص وبعد نص ساعة ينسى انه هو ده يتحدث عن دور القطاع الخاص، وهناك قال القطاع الخاص طفيلي. طبعا هذه كنا نسمعها بالندوات. الآن لا، برنامج الحكومة الحالية أنه بالذهاب إلى أبعد نقطة مع القطاع الخاص ودعم القطاع الخاص، وهذا موجود بالبرنامج الحكومي وبرنامج السيد رئيس الوزراء، وهو موجود على أرض الواقع. شكل فريق دعم الصناعة وأنا أيضا عضو هذا الفريق، نبحث في مشاكل القطاع الصناعي الخاص وكيفية إيجاد الحلول إلها. واحدة من البرامج اللي يتبناها السيد رئيس الوزراء أنه هذه المدن الجديدة السكنية الجديدة لازم أن تبنى بمواد محلية الصنع، فصار لقاء مع المصنعين والمنتجين من القطاع الخاص العراقي للبحث في مشاكلهم وكيفية توفير متطلبات بناء المدن الجديدة. أيضا ضمن بالموازنة وأعلنها السيد رئيس الوزراء أن هناك تريليون دينار عراقي لضمان سيادي للقطاع الخاص لاستيراد خطوط إنتاج ومصانع جديدة، وفي هذا المؤتمر أعلن أن هذا التريليون أصبح تريليونين دينار لضمان سيادي، وهذا ما من حتى الحكومات السابقة. يعني أنا أتذكر في مؤتمر الكويت في عام 2018 كانت الشركات العالمية يعني من تريد تقرض للقطاع الخاص تريد ضمان سيادي، حكومات منطقة الضمان السيادي، الآن لها وفرت الضمان السيادي. أيضا طلب من البنك المركزي أنه يجدد مبادرة دعم الصناعة اللي تخص القطاع الخاص، وبالتالي أنا أعتقد توجه الحكومة نحو القطاع الخاص ما يحل مشاكلنا غير القطاع الخاص. وأيضا سهولة نقل المواد الأساسية والأولية اللي تحتاجها. مو بس هذه، القطاع الخاص يفرق عن القطاع العام إنه عنده سرعة بالتنفيذ، يعني من الصادف عنده مشكلة ما يحتاج يكتب إلى رئيس قسمه ولا إلى مدير الدائرة وإلى الوزارة حتى يأخذ الموافقة وترجع بعد شهرين لو ثلاثة أشهر إذا جت الجواب، بينما القطاع الخاص من تحصل مشكلة يحل بنفس الوقت. شيء بشيء يفكر، هذا اللي شفناه بإنجاز الجسور حاليا بالعاصمة بغداد، ما شاء الله الوقت قياسي الفضل لله. سيد ميثم، يعني هذا التوجه نحو هذا الطريق البعض يتخوف او يشكك، يقول لك احنا سكك حديد ما عندنا، قطار منا لهنا ما عندنا، شو راح نقدر نوفر طريق من جنوب العراق الى شماله الى وصولا الى تركيا وبقطارات حديثه والدول كلها تنقل عن هذا الممر، شو من اللي يقول لي يقدر العراق ينجح بهذا الجانب؟ نعم، خلينا نبدا نفصل المشروع فيما يخص انه شنو وصلنا به. احنا حاليا مرحله التصاميم الاوليه 66% بالنسبه للخط السككي، 52% بالنسبه للخط البر السريع. ايضا عمليات تحرير التربه وصلت يعني تقريبا 80%، وكذلك عمليات المسح الطوبوغرافي وصلت الى 1200 كيلومتر. هذا فيما يخص المرحله الاولى، يعني التصاميم الاوليه للمشروع، مرحله التصاميم الاول للمشروع، وبعدها راح يكون هنالك مرحله التصاميم النهائيه ومن ثم يعلن المشروع. المشروع بطبيعه الحال يقسم الى 15 جزء ليكون هنالك تنافس من قبل الشركات العالميه لتنفيذ المشروع. مثلا ما راح يكون هنالك تنفيذ المشروع ننتظر هاي الشركه شو كتبت من الفاو وصولا الى نقطه الربط مع الجانب التركي، وانما يقسم الجزء العفو المشروع الى 15 جزء يتم تسليم المقطع اللي يتم استكماله من مرحله التصاميم النهائيه ويسلم الى الشركه اللي راح تنفذه. يعني مرحله انتهاء في وقت واحد. نعم، ممكن انه يكون هنالك عمل لكافه الشركات في وقت واحد، وهذا الموضوع راح يعجل بالطريق ويعجل بعملية الإنجاز. أما موضوع يعني فيما يخص الجانب التركي، أو قبل ما نروح للجانب التركي خلينا نركز على الجانب العراقي. شنو هذا المشروع بالضبط؟ حضراتكم تعرفون أنه ميناء الفاو هو رأة هذا المشروع. ميناء الفاو نسب الإنجاز به متقدمة جدا، وصلت إلى 90% من نسبة الأرصفة الخمسة، وكذلك التقدم في مشاريع الميناء الخمسة. ايضا طريق الرابط بين ميناء الفاو وكذلك ميناء ام قصر هو تقريبا وصل مراحل متقدمه جدا، توصل الى 62% او اكثر. هذه النسب الانجازيه جزء من مشروع طريق التنميه، بالتالي لما يكمل ميناء الفاو المرحله الاولى واللي تقدر انه شغل نقدر انه نشغل بها ميناء الفاو بال 2025، راح يكون هنالك عمليه تسويق للصادرات من خلال او البضائع من خلال ميناء الفاو باتجاه اوروبا عبر الطرق البريه القديمه وكذلك الخط السكك القديم، لحين استكمال مشروع طريق التنميه في عام 2028، واللي ايضا بمراحل، المرحله الاولى راح تكون 28، المرحله الثانيه 38، والمرحله الاخرى النهائيه اللي هي 2050 وهي الطاقه القصوى لهذا المشروع. هذا المشروع راح يضمن للعراقيين تشغيل الاف الايادي العامله وكذلك ايرادات ماليه لخزينه الدوله، وراح ينعش الاقتصاد العراقي، وايضا راح يكون هنالك عمليه تحريك
لبعض الوزارات، مثلا وزارة الزراعة راح يكون لها دور بهذا الموضوع، وزارة الصناعة راح يكون لها دور بهذا الموضوع، عملية تمرير المشروع من خلال 11 محافظة وصولا إلى أوروبا راح يكون هنالك استفادة من هذه المحافظات لما تحتوي من مواد أولية أو زراعية أو غيرها تتناسب مع حجم الصادرات واللي راح يعني بتحرك عجلة الاقتصاد العراقي بشكل عام. هذا المشروع هو مشروع تكاملي بالنسبة للعراق. أما فيما يخص المنطقة فهو شعار المشروع نحو تكامل اقتصادي سواء للعراق أو لدول المنطقة. كل دول المنطقة اليوم تسعى لأن تكون جزء من هذا المشروع. هنالك أيضا تقارب عراقي أماراتي قطري إيراني بخصوص هذا المشروع، مثل ما هنالك تقارب تركي مع المجلس اللي ذكرناه بداية الحلقة اللي هو الصربي البلغاري، أعتقد ذكرنا الصربي والبلغاري والتركي وكذلك إحدى الدول الأخرى اللي راحت من بالي حاليا. بالنتيجة بدأ يتأسس مجالس، العفو الهنغاري بدأ تتأسس مجالس رباعية بين الدول، وهذا الموضوع يعني يشير إلى تقدم برؤية هذا المشروع. الموضوع الآخر الجانب التركي، الجانب التركي فيما يخص المشروع عندهم استعدادات كلش جيدة. نعم. باقع عندهم خط بسيط جدا مسافته 270 كيلومتر تقريبا للربط مع الحدود العراقية، أما بناهم التحتية وسككهم وطرقهم هي جاهزة وصولا إلى الجانب الأوروبي، الحدود البلغارية وكذلك الموانئ التركية المهمة المطلة على أوروبا اللي يوصل مسافة الطريق إلى 1500 كيلومتر. بالنتيجة المشروع مجرد أنه يكمل من الجانب العراقي راح يكون هنالك عملية الربط مع الجانب التركي اللي يعتبر شريك استراتيجي مهم. هذا الموضوع راح ينعكس أيضا إيجابيا فيما يخص علاقتنا مع الجانب التركي، وراح تكون هنالك يعني روابط اقتصادية تضمن علاقاتنا مع الجيران، وأيضا راح يكون العراق هو مصدر سلام وطمأنينة لكافة البلدان. نحضر أي دكتور، هل نحتاج فقط إلى طريق سككي وطريق بري؟ ما نحتاج إلى بنى تحتية تعرف هذا نتحدث عن مشروع كبير جدا، وهل الوقت كافي للانطلاق بالمشروع كما حددت الحكومة؟ هو احنا شفنا نتحدث عن المرحلة الأولى اللي هي 2028، هسه قد راح نحقق من هذا الهدف؟ أنا أعتقد هو إنجاز بكل الأحوال، يعني 60% 70%، أنا أعتقد أنه ممكن يكون أعلى منه، لأنه طالما أنه الاستثمار راح يكون مقطعي 15 مقطع، أكثر من 15 مقطع، معناته أنه نسبة الإنجاز راح تكون سريعة. بالتأكيد احنا من نتحدث مو فقط عن السكك الحديد والطريق البري، يمكن انا معلوماتي انه اكو خط لنقل الغاز وخط لنقل البترول ايضا يربط الخليج باوروبا، يعني وهذا كان راح يكون بديل عن الغاز الروسي، يعني تدري بعد الأزمة الحالية. وكذلك الحال احنا نحتاج انه نبني مدن لانه هذا يحتاج الى خدمات، هي واحدة من المهام اللي رسم بأنه يمر بالعشر محافظات، أنه هذه المحافظات أنه راح نرفع وراح نطور من إمكانياتها عندما راح نبني مدن كاملة على القريبة من الخط، لأنه ما راح يمر بمراكز المدن، وراح نبني أيضا الخدمات اللي مطلوبة للخط، يعني عندك محطات لتوليد الطاقة الكهربائية، نحتاج صيانة وخدمات، نحتاج محطات وقود، نحتاج مطاعم، نحتاج الكثير. وحتى أنا أذكر في المصريين اقترحوا على السيد رئيس الوزراء بزيارة للقاهرة أنه نسوي مناطق حرة للتبادل التجاري لترويج عن الصناعات العراقية تكون قريبة من الحدود التركية، أيضا هو ضمن المشروع. فالمشروع الحقيقة مفاصلة كثيرة، يعني إحنا دا نتحدث عن جزء ربما يسير من هذا المشروع. ما تحدث عنه يمكن سيد ميثم أن السعودية مهتمة جدا بهذا الموضوع، وأنا سمعتها من وزير النقل السعودي أنه يريد ربط سككي، لأنه يقول أنا عندي حجاج ومعتمرين من أوروبا ومن وسط آسيا وتركيا، المجيء عبر القطارات أسهل بكثير وأرخص، وبالتالي هذا ممكن أنه للنقل للمسافرين أنا أحتاج. نعم. فالحقيقة كل الدول مهتمة بهذا الموضوع، وأنا أعتقد أنه هو خطوة جبارة، يعني طالما أنه ثلاثة مراحل فأنا أعتقد أنه ممكن نحقق إنجازات جيدة. نعم. الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني أشكرك جزيل الشكر. شكرا جزيلا. المتابعة ومدير المكتب الإعلامي لوزارة النقل السيد ميثم الصافي، شكرا جزيلا لتواجدك معنا. شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا ختام حصاد الليلة بموجز الأخبار. لجنة الإصلاح الأمني تصادق على استراتيجية إصلاح القطاع الأمني لثماني سنوات. الفياض والسفير الإيراني يؤكدان أهمية تعزيز التعاون الأمني لترسيخ الأمن وإدامة الاستقرار.
وزير الداخلية يناقش تطوير العمل في مواقع تسجيل المركبات وفك الاختناقات المرورية. المالية النيابية تعلن أن إجمالي موازنة 2024 بلغ قرابة 228 تريليون دينار. صندوق استرداد أموال العراق يعلن إعادة قرابة 7 مليارات دينار لوزارة المالية. حصاد الليلة انتهى، شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء.